أهلا بكم مشاهدين إلى أبرز الأخبار في دقيقة. السعودية تتوعد أمام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ضد إرهاب الحوثيين. قوات مدعومة من طوارئ الأنبار في العراق تستعد لتحرير قضائي راوة وعنا. افتتاح المركز السوري لمحاربة التطرف في سوريا. انفجارات ضخمة في صنعاء بعد ضربات مكثفة لطائرات قوات التحالف. وتحت شعار العلم من أجل السلم، الأردن يحتضن أنشطة المنتدى العالمي للعلوم. أكثر من 10 ملايين إصابة بأمراض الكلى المزمنة سنويا بسبب تلوث الهواء حول العالم. ناسا تتعاقد مع أوبر لوضع برنامج تحكم في التاكسي الطائر. ومتحف لوفر أبوظبي يفتح أبوابه وسط مشاركة دولية وعربية.